في قلب الخليج العربي تبرز دولة قطر كلؤلؤة متألقة تروي قصة نهضة صناعية ملهمة. واجهت قطر صعوبات جمة، لكن بإرادة لا تلين استطاعت أن تحول تلك التحديات إلى فرص. اليوم تنتشر المناطق الصناعية في قطر صناعات متطورة، تكنولوجيا متقدمة، خطوط إنتاج لا تتوقف. إنها قصة حب للوطن، قصة شغف وإصرار، حيث تتشابك الأيدي لبناء مستقبل مشرق. قطر في نهضتها الصناعية لا تكتفي بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تسعى لتكون رائدة في الابتكار والإبداع على مستوى العالم. في هذه السلسلة الوثائقية سنأخذكم في رحلة عبر الزمن لنستعرض كيف تحولت قطر إلى مركز صناعي متكامل، وكيف أن حب الوطن كان الدافع الأكبر وراء كل إنجاز. هنا قطر. بدأت الفكرة من 2016، فبدأنا بالتراخيص وإحنا بنينا المصنع من بداية التاريخ هذي، ونزلنا في السوق بعد كأس العالم بالضبط شهر 5/2023، ودخلنا بضاعة بمستوى تكون كواليتي عالية، واهتمينا بالمواصفات العالمية الإيطالية بالذات، كل مكايننا من إيطاليا، واهتمينا نشتغل بالطريقة اللي هي التجفيف البطيء عشان تعطي جودة عالية للمكرونة. تكلمنا عن تاريخ تصنيع المكرونة، في مقولتين شهيرات، بس أنا أميل إلى مقولة إن الرحالة ماركو بولو سافر إلى شرق الأقصى، ومنها جاب فكرة نودلز، جابها على إيطاليا، وهو أصلاً من مقيمين فينيس، فلما وصل ما عنده الرز مثل شرق الأقصى، فاستعمل الطحين، فكان يسوي العجين ويسوي منه المكرونة. طبعاً كانت طريقة لازم كل مرة يسوون عجين عشان يسوون مكرونة. بعدها جات فكرة لازم نجففه، فصار تجفيف يدوي، كانوا يطلعونه في الشمس وفي الليل يدخلونه داخل على أساس ما تجي الرطوبة بالليل. وطورت العملية لين صار في أفران أو مجففات تجفف المكرونة، وكانت تجفف على طريق على حرارة جداً واطية، الطريقة اللي نستعملها اللي يسمونها ارتيزان باستا. وطورت العملية بعدها صاروا حرارة عالية عشان تصير مجدية اقتصاديا اكثر، فمصانع اللي تستعمل الاندستريال سيستم تستعمل الطريقة الحديثة، ومصنعنا يستعمل نفس طريقة تقريبا ماركو بولو الطريقة القديمة. اول خطوة تصنيع المكرونة استعمل سميد القمح الصلب للمكرونة، واحنا نستعمل السميد فقط بدون أي إضافات وبدون طحين، وهذه تودي إلى نوع منتج ممتاز جداً، لأن السميد الصلب هو الدرجة الأولى بالنسبة للمكرونة، واللون اللي يجي من المكرونة هو نفسه من السميد بدون أي إضافات، لأن لون السميد أصلاً لونه أصفر. نستعمل إحنا القمح الكندي، ويطحن في مطاحن دولة جارة، وإحنا من شروطنا إن إحنا نستعمل القمح الكندي لأنه أفضل نوع كقمح صلب في العالم، وهو أعلى جودة، وهو سبب من أسباب نجاح الصناعة والماركة اللي نستعمل. سبب استعمالنا للسميد لأنه هو أصل المكرونة يكون من السميد، في مصانع ثانية تستعمل طحين أو تخلط السميد مع الطحين، فهاي تسبب لازم نحط فيها ألوان، لأن لون الطحين لونه أبيض، فلازم نحط له لون عشان يصير أصفر كمكرونة. لكن احنا السميد اللي عندنا اصلا لونه اصفر، فما يحتاج اي اضافات لصناعه المكرونه.
بعد ما شفنا تجمع مواد الخام اللي هو السميد تروح الى المكنه الرئيسيه وتم خلطها بالماء لدرجه حراره معينه من الماء لعده دقائق، وبعدها تنزل الى تشكيل المكرونه. تشكيل المكرونه احنا ممكن نعمل كذا شكل حسب ما عندنا في المصنع. عندنا الاشكال اللي هي الفوسيلي، البني، الشعريه، السباجيتي، الروجاتوني شورت واللونج، حسب نوع الداي اللي نستعمله او اللي يسوي الشكل، اسمه داي بالانجليزي، هو اللي يسوي شكل المكرونه. كل واحده لها داي خاص لها. التصنيع احنا نستعمل السميد والماء فقط بدون اي اضافات لا الوان ولا مواد حافظه، فهي مواد طبيعيه 100%، عباره عن سميد وماء فقط، ويتم خلطها وتشكيلها. عمليه التعقيم الماء عندنا تتم بالاوزون، ما نستعمل الكلور لان الكلور ياثر على طعم المكرونه. فاحنا نهتم ان كل اشياء تكون طبيعيه 100% بدون اي اضافات او اشياء صناعيه. اهتمينا في الصناعه ان احنا نجيب مكاين ايطاليه، واخذنا التكنولوجي من عندهم واستعملنا التكنولوجي اللي هي القديمه. تكنولوجي صناعه المكرونه في نوعين، بين النوع الحديث والنوع القديم. النوع الحديث يستعمل حراره 110، والنوع القديم يستعمل حراره 55، فتاخذ وقت اطول في التجفيف. فاحنا استعملنا اللي يسمونه هم بالايطالي ارتيزان باستا، اللي هي اصلا في سوق في عالم المكرونه تعتبر هي اعلى جوده من الاندستريال باستا او المكرونه الصناعيه. الطريقه الحديثه تستعمل حراره جدا عاليه 110، واحنا نستعمل حراره 55، وهذه لها اسباب بعد الاستعمال. مثلا الحراره 110 اي شيء صناعي بعد واحد ما ياكل مكرونه يحس بتقمه وتاثر على القولون. طريقه الارتيزان او الطريقه القديمه اللي احنا نستعملها نستعمل حراره واطيه جدا، فهي تسهل عمليه الهضم بعد الاكل. وهذه من احد الاسرار والاهداف اللي احنا مشينا فيها، ان احنا نهتم بصحه المستهلك بعد استعمال المكرونه ويحس انها خفيفه فيرجع يستعمل نفس الماركه اللي عندنا. بعد عمليه عجن المكرونه وتشكيل المكرونه تذهب الى منطقه ثانيه اللي اسمها التجفيف المبدئي. ايش وظيفه التجفيف المبدئي؟ تحافظ على شكل المكرونه على اساس ان المكرونه اللي الحين فيها كميه ماء عاليه. نسبه الماء تكون فيها تقريبا 35% الى 25% حسب شكل المكرونه. الحراره اللي تكون موجوده هنا بين 55 و 66، وهذه من الاشياء الاساسيه بتصنيع المكرونه، اخذناها من الايطاليين على اساس ان يكون الشكل محافظين عليه الى بعد التجفيف النهائي. بعد المرحله هذه تذهب طبليات الخشب الى ماكينه خاصه تتم رصها 24 الى 36 حبه حسب شكل المكرونه مره ثانيه، واوتوماتيك هو يطلع. المرحله الوحيده اللي يتم فيها استعمال اشخاص هي لما تطلع من عمليه تصفيط الطبليات الى غرفه التجفيف. هاي المرحله الوحيده اللي تدخل فيها انسان عندنا في صناعه المكرونه. في تصنيع المكرونه الاشكال المكرونه تفرق عندنا في كل مرحله في التصنيع. ممكن الشكل الفني تحتاج تفاصيل في التصنيع تختلف عن الفوسيلي او عن السباجيتي. كل شكل من اشكال المكرونه لها طريقة في التصنيع عشان تحافظ على شكلها وجودتها. والكثير شغلات نهتم فيها، ساعة كم دقيقة تكون غليان المكرونة لما ربة البيت تستعمل المكرونة. ودائما احنا في الشغلات اللي هي الطريقة الارتيزان او الطريقة الحرفية القديمة تفرق في مذق المكرونة، انها تعطي احساس بالمكرونة وانت تاكلها. وهذه من ضمن الاسرار اللي هي الارتيزان باستا. احنا اهتمينا نشتغل بالسميد الخالص 100% بدون اي اضافات. المصانع الاخرى اللي تستعمل الطحين في صناعه المكرونه تنجبر تستعمل مادتين، ماده ملونه صناعيه وماده اسمها انزيم. ملونه عشان تحول الطحين من ابيض الى اصفر، والانزيم عشان تعطيه خصائص المكرونه ما تتكسر بعد التصنيع. انا شخصيا زرت اكبر مصنع في المانيا يصنع الالوان والانزيمات في هامبورغ، زرته شفت كل البروسيس اللي يستعملونها، وللاسف طلبت منهم يعطوني شهاده ان المواد هذه غير مضره بالصحه، فهم اكيد رفضوا لان اكيد هي تضر بالصحه.
زائداً إن ما في مصنع مكرونة في أوروبا كلها تستعمل ألوان، ممنوع تستعمل ألوان في أوروبا بالنسبة للمكرونة. فأنا نصيحتي للمستهلك لما يستعمل مكرونة، هي طبعاً ما ينكتب على ظهرها هالأمور، لكن يهتم إنه يأخذ المكرونة بروتينها أقل شيء تكون 12 إلى 12.5. كل شيء فوق ال 12-12.5 هاي بتكون من السميد وبتكون ما فيها ألوان. هذه هي الطريقة الوحيدة. زائد في طريقة ثانية تنعرف في البيت، لما تغلي المكرونة إذا شفت الماء تحول إلى لون أبيض تتأكد إن أصلها طحين مش سميد. هذه أسرار في البيت ممكن الواحد يعرفها. بعد هالمراحل عندنا إحنا طبعاً تروح للتجفيف، فأهم شيء في المكرونة طريقة التجفيف. بعيد عن اللي هي المواد الأولية اللي هي أساسية، السر كله في أي مصنع مكرونة طريقة تجفيف المكرونة، وهنا تبين جودة المكرونة. إحنا حسب الستاندر العالمي لازم تكون نسبة الماء في المكرونة بعد التجفيف أقل من 12.5%، فإحنا عادة يكون عندنا من 11.5 إلى 12 إلى أقل، فمعناها تعطي جودة عالية للمكرونة. وهذا هو أهم اختبار بعد تجفيف المكرونة. من طريقة اختبار الجودة عندنا، خصوصاً إذا جانا كل شحنة جينا من السميد، لازم بعد تصنيع المكرونة نروح نسوي عليها اختبارات. من اختبارات كم دقيقة عشان تستوي، كم دقيقة لين يقترب شكلها، شيء يسمونه أوفر كوك، زائد لون الماء اللي تنغلي فيها، زائد عملية المضغ، شلون إحساس طريقة المضغ. إن هاي من الأشياء المهمة، لأن أي أكل تأكله تعتمد على شغلتين، الإحساس والطعم. عشان شكل في كثير منتجات مثل شوكولات لازم يحط لك فيها يا نتس جوا يا كورن فليكس عشان تحس بالمضغ عشان تعطيك الإحساس. عشان شكل اهتمينا ان احنا نستعمل بس القمح الكندي، ونهتم بالنوع المصانع او المطاحن تسوي لنا السميد ونزورها ونشوف الكواليتي كنترول عندهم والهايجين شلون. كثير اهم شيء عندنا الرو ماتيريال تكون بجوده عاليه عشان نطلع منتج عالي الجوده. من التفاصيل اللي اهتمينا فيها في صناعة المكرونة الطبليات. الطبليات في نوعين من الطبليات تستعمل، ألمنيوم أو خشب. الخشب أغلى طبعاً بالألمنيوم، لأن كل سنتين إلى 3 سنوات لازم تغيره بكاملين. الألمنيوم يعيش فترة طويلة. إحنا اهتمينا بالتفاصيل هذه، اهتمينا بس بالخشب، مع إنه أغلى ومكلف أكثر، لكنه يأثر جودة المكرونة بعد التصنيع، لأنها تعطيها روح، تعطيها نوع من أنواع الطعم. المواد الطبيعية دائماً فيها روح وتدخل روحها إلى المواد هذه. نفس في أشخاص يستعملون الماء يشربونه في الفخار، الفخار تعطي روح للماء. نفس الفكرة مشينا فيها لأن نطلع منتج عالي جداً من الجودة، والإحساس يكون فيه إحساس أحسن في الأكل. فاستعملنا الخشب، لأن الخشب أهم بكثير من الألمنيوم. واهتمينا حتى بنوعية الخشب، استعملنا نوع من الخشب اسمه الزان. الزان من الخشب القوي، واللي هو ما يطلع أي نوع من الأخشاب غبرة على الأكل. طبعاً هاي معتمدة كل صناعات مصانع المكرونة اللي يستعملون اللي هي المواد الحرفية أو الصناعة الحرفية الأرتيزان باستا، فيستعملون نفس أنواع الخشب. أهم مرحلة في المكرونة عشان تعطي الجودة هي التجفيف. التجفيف طبعاً فيه نوعين، في النوع الصناعي وفي النوع اللي نستعمله اللي هو الارتيزان او الحرفي. الحرفي حرارته 55 درجة تنزل لين 35 درجة. الصناعي من 110 حرارتها. عشان شكل احنا التجفيف عندنا المكرونة ياخذ فترة طويلة من 8 ساعات إلى 16 ساعة حسب شكل المكرونة. الطريقة الصناعية يستعملونها المصانع الثانية حرارتهم 110 فتجففون ساعتين ونص إلى 3 ساعات. الحرارة العالية تجفف الماء بطريقه سريعه جدا، فهي تاثر على جوده المكرونه. عشان شكل في فرق بين الارتيزان باستا او الاندستريال باستا. الارتيزان تعطيك خصائص تختلف عن الصناعيه، منها انها خفيفه على المعده، منها اذا دغلت زياده ما يتغير شكلها،
الشغلة الثانية الإحساس في المضغ، حتى مهما غليتها زيادة بتحس بمضغها. هذه هي الأرتيزان. وهنا داخل المجففات في ثلاث أشياء مهمة، اللي هي الرطوبة والحرارة والمراوح الهواء. هذه كل مرحلة، كل وقت من 8 ساعات أو 16 ساعة تتغير البروسس مالها، فمرة تكون أعلى مرة تكون أوطى. فهذه من أشياء جدا مهمة. وكل شكل مرة ثانية للمكرونة طريقة تجفيفها تختلف تماما عن الشكل الثاني. السباجيتي غير البني، غير الفوسيلي، غير الشعرية. الشعرية اللي نسميها البراليط طبعا. طبعا السيستم كله احنا جايبينه من مصنع إيطالي، هو كله بالكمبيوتر يشتغل. احنا عندنا طريقة التجفيف احنا المبتكرينها وحاطينها، طبعا في دعم من الشركة الإيطالية، لكن احنا حطينا إضافات فيها عشان تطلع بجودة تختلف عن غيرنا. المصنع الإيطالي لو صنع الماكين متواصل معانا أونلاين بالإنترنت، أي خلل يصير موجود هم يجون يصلحونه كله أونلاين. حالياً عندنا 7 غرف اللي هي تعطينا إنتاج يومي 24 طن، ونقدر نوصل لين 14 مجفف، ونوصل إلى 48 طن. بعد عملية التجفيف نبتدي بعملية تعبئة. المكنة اللي وراي تعبي 60 حبة في الدقيقة، يعني كل ثانية حبة سريعة. البلاستيك اللي نستعمله عبارة عن طبقتين على أساس إنه يكون فود جريد أو مطابق للمواصفات الصحية. عادة كل تعبئة المكرونة يكون فيها هواء، طبعا في مسمار يكون ضارب البلاستيك بطريقة بسيطة عشان يطلع الهواء. فكان في هواء وما كان في هواء ما تضر المكرونه، فهي لازم تكون في مكان يطلع الهواء من جوا لسبب واحد، عشان لما تحطها بالكرتون، عشان لما تنحط على الكرتون لازم في مكان يتسرب الهواء من الكيس. اذا تسكر عليه بقوه فراح ينقطع الكيس اذا ما في مكان يتسرب منه الهواء، عشان لما يدخل في الكرتون ما ينضغط وينقطع الكيس وهو داخل الكرتون. طبعا صناعه المكرونه ما تحتاج تستعمل فيها غازات مثل المكسرات مثل القهوه، هناك في مواد غازيه تنحط داخل عشان تحافظ عليها. المكرونه ما تحتاج، صلاحيتها تكون 2 في قطر، في اوروبا تكون 3 سنوات، في المنطقه الحاره تكون 2 لسبب الجو، لان الجو حار عندنا فعاده يطلع فيها سوس مع الحراره. حتى تخزين المكرونه لازم تكون تحت حراره 23 درجه مئويه، عشان شكل تشوفه في المصنع عندنا كله مكيف. الحمد لله في دعم الدولة عندنا قوي جدا بالنسبة للصناعات الوطنية. مشروعنا اصلا بديناه شراكة مع قطر للتنمية. في الاسواق في قوانين من وزارة الاقتصاد دعم للمنتجات الوطنية الحمد لله. وان شاء الله نتمنى انها تتطور وتكون اقوى دعما للصناعات عشان تكبر في قطر وبرا قطر ان شاء الله. لما بدينا فكرة المصنع صممنا المصنع انه يكون جاهز لاي توسعة في المستقبل، عشان شكل عندنا مساحة جاهزة لأي توسع مستقبلي، وممكن خلال فترة وجيزة يكون عندنا الإنتاج ضعف الإنتاج الحالي.